الشرطة عم بتغير سياسات، وفي أمثلة كبيرة جدا بنحكي فيها تقدر موجود فيها. هاي السياسة الموجودة فيها، هاي القوة المستخدم، هي أصبحت برأيي قوة لا يستهان فيها وإلها طريقة متعددة. جوجل، نرجع لسؤالك بالنسبة لجوجل، إحنا بالنسبة لنا كموقع عندنا هدف واحد بنشتغل فيه، هو عبارة عن تنظيم المعلومات وجعلها متوفرة بأي طريقة ممكنة وبأي صورة ممكنة. الأسئلة اللي كانت الموجودة إنه هل هو عبارة عن جهاز الموبايل وجهاز التليفون، إحنا كشركة نحاول أن نجد دائما المعلومات المتوفرة أن نعملها سهولة الوصول إلها، سواء الوصول عن جهاز الكمبيوتر أو جهاز التليفون أو أي وسيلة تانية. إذا بنحكي عن عالم العربي اليوم، العرب على الإنترنت بشكله 5% من مستخدمين الإنترنت كبرسنتج. المحتوى العربي على الإنترنت هو أقل من 1%. بمحادثاتي مع أغلب الإعلاميين الموجودين هون، إذا بتيجي تقول لهم إنه بقولك أنا صحيفتي على الإنترنت موجودة، وجود صحيفة على الإنترنت تعملها إنه تعملها مسح ضوئي وتحطها على الإنترنت، أنت ما دخلت على الإعلام الجديد، ولا تستطيع أن تقول إنه والله أنا صحيفتي على الإنترنت. وجودك على الإنترنت يعني تفاعل جديد، إمكاني أنا بدي أعرف شو نحكى عن حسام السكري قبل 5 سنين بجريدة معينة، أستطيع أنا أبحث بهذا الموضوع، أطلع كل المقالات اللي كتبت بهذا الموضوع. فموضوع أصبح إنه أكثر تفاعليا من وجود له فيه. جوجل اليوم، إذا يوتيوب على مثل من الأمثلة، لو كان يوتيوب محرك بحثي سيكون ثاني أكبر محرك بحثي بالعالم. يعني البحث اللي عم بصير على يوتيوب اليوم هو أقرب ما يكون لجوجل وأكبر من يوتيوب، أكبر من ياهو مثلا. وبالتالي الناس حتى بالفيديو يبحثون عن أخبار من شان يكون موجودين فيها. يعني أنا مبارح لما جيت أبدأ أطلع على إيش ممكن نحكي اليوم، رحت فتشت على الجي 20 وبدي أشوف إنه شو في حوادث موجودة، واتطلعت على كل الفيديوهات الموجودة ومن عدة أنجلز، لأنه في أكثر من شخص صورها وأكثر من شخص شاف نفس الحادثة وأعطى صورة متكاملة فيها. فبالتالي إحنا كشركة ما فيش عنا، إحنا لسنا بصحيفة ولسنا بموقع إخباري إنه نأخذ موقع إخباري معين ونوجود فيه، ولكن نرى أنفسنا إنه نستطيع أن نقدم وسائل للمستخدم وللوسائل الإعلانية. يعني أنا بفتخر إنه هلأ بالعالم العربي عدة وسائل إعلامية عندهم صار مواقع على اليوتيوب متخصصة، مثلا زي الجزيرة عندهم موقع متخصص على اليوتيوب بحطوا فيه أخبارهم وموجوداتهم والناس بتفاعلوا معهم بصورة كاملة. في الصحف النجاح الصحيفي إنه هل هو ناجح ولا لا، في طريقتين لنظر إليها، بعدد المستخدمين أو بقديش بيطلعوا عائد إعلاني. اليوم في صحف زي ما حضرتك حكيت لم تستطع أن تصل إلى محلات كبيرة بالعالم أصبحت موجودة، جريدة القدس العربي تنمنع بكتير بلاد ولكن بتلاقيها موجودة على صحيفة الإنترنت، إذاعة المنار، وبتلاقي في وجود عدة أصبحت قنوات موجودة تتفاعل حصريا على الإنترنت بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو إنه توصل فيها ونجاح بذلك. يعني وسيط إضافي لمزيد من التفاعل. طب دعني أنتقل إلى الجمهور قبل أن أعود للسادة الضيوف مرة أخرى. هل هناك اتفاق على إنه الإعلام الجديد بالفعل، يعني طلبت الكلمة، يقدم جديد بالنسبة للإعلام المستقر؟ أولاً أنا أعتقد إنه قدم نفسك. الاسم فهد العراب الحارثي من السعودية. أولاً أنا أعتقد أنا أتفق تماماً مع الأستاذ أيمن بأنه في هناك إعلام يتطور، وكنت أتمنى أن الندوة أو الحوار يكون عن الإعلامي الجديد وليس الإعلامي. لسه ما خلصناش، ممكن نغير نتكلم عن الإعلامي الجديد، لأنه اليوم في إعلامي قديم وفي إعلامي جديد، ولكن الإعلام هو إعلام يتطور وينمو. بمعنى الإعلامي الجديد اليوم غير أو قتل مفهوم الإعلامي التقليدي القديم الذي كان يحضر الحدث وينظر إليه من الشرفة ثم يكتب ما يريد، والرأي الناس الموجودين شبه مغير، وبالتالي هو الثقافة الرأسية تأتي من فوق إلى أدنى. اليوم هناك إعلامي جديد الذي هو الناس، الذي هو أي أحد يحمل بين يديه وسيلة اتصال كما أشار الأخ سلطان البازعي ويستطيع أن يسهم في نقل المعلومة إلى أي مكان. يعني بمعنى المفهوم هناك مفهوم قديم للإعلامي تغير وانتهى. اليوم الإعلامي هو إعلامي جديد بمعنى أنه هو الذي ينقل المعلومة ويقدمها. الشيء الآخر، أنا حاسس أنه في المنتدى كله في شوية خلط بين محركات بحث وبين إعلام إلكتروني. بمعنى أنه أنا أعتقد أنه كل ما هو إعلام هو معلوماتية، لكن ليس كل ما هو معلوماتية هو إعلام. هناك فرق بين محركات البحث وهناك فرق بين المواقع الإلكترونية أو الصحافة الإلكترونية، يعني فرق بين الوسيلة وبين الرسالة. أعتقد أنه هذا أمر مهم جداً ولا علاقة للطرفين. أعتقد أنه النص نفسه اليوم، النص الخبر أو نص المعلومة
لم يعد مقصورا على الجهاز الجريدة الذي يعد المادة في الجريدة، لكنه النص أصبح يشترك فيه كل الناس. النص في أي موقع إلكتروني ينمو كل لحظة وكل دقيقة، ممكن يضاف إليه مقطع فيديو، متعقبات من المشاركين، ممكن يضاف إليه معلومات جديدة، ممكن يشترك في كتابته أكثر من شخص، ممكن تجد نفس في الخبر الذي كان يكتبه محرر واحد تجد يكتبه أكثر من محرر. لكن اسمح لي إشارتك، صحف تصدر في بعض دول العالم، في الدنمارك على سبيل المثال يكتبها الجمهور، التحرير ليس له علاقة إلا أنه ينسق. طب نعود إلى الجمهور الذي يكتب، لأنه إشارتك معلش ذكرتني بما قاله عصام في حديث عابر في الصباح. عصام، هل تشعر بأنك إعلامي؟ يعني أنت تمارس التدوين، لست صحفيا، هل تشعر أنك إعلامي؟ هل أنت الإعلامي الجديد الذي يتحدثون عنه؟ كنت أشدك الصباح، قلت لك أنا لست، أنت سألتني قلت لي هل أنت صحفي، قلت لك أنا لست صحفي، يعني لم أكن صحفي ما أدري هناك يقول إعلام جديد، هناك يقول إعلام بديل، وهناك من يقول إعلام المجتمع. معلش هطلب منك تكرر من الأول لأن صوتك ما طلعش من الأول خالص. يعني أنا كنت أسألك هل تشعر بالفعل أنك هذا الإعلامي الجديد الذي نتحدث عنه؟ لا أشعر بأنني إعلام جديد، أشعر بأن لدي أداتي الخاصة بي، أشعر أن لدي مواد أستطيع تقديمها، محتوى أستطيع إنتاجه أقدمه. لماذا يعني أنتظر حتى يصنفني أحد إعلامي أو لست إعلامي؟ يعني لا تشعر بأنك ترغب في أن المسألة ليست متنفس لي كشخص شعر في وقت من الوقت أنه يريد أن يصبح صحفياً ولم تكن لديه الوسيلة لذلك والإعلام أعطاك هذه الفرصة؟ ولا مرة حدثت، لا لا. ولا تريد أن تتحول إلى إعلامي جديد أو قديم؟ أنا مدونة دي مدونتي حر فيها، أنا رئيس جمهورية نفسي أكتب ما أريد فيها، يعني رئيس جمهورية عصام حمود. فهناك أحتار فقط في هذا التصنيف، فقط يقولون إعلام جديد أم إعلام مجتمع أم إعلام بديل، يعني هل كيف سنصنف الآن؟ هل أنت معني بالتصنيف؟ نعم. هل معني بالتصنيف يفرق معك؟ إعلام مجتمع، إعلام جديد، عندما تعلم نقول إعلام جديد أعتقد هل هو إعلام يعني يشمل المؤسسات الإعلامية والمجتمع نفسه أو المواطن نفسه أو إعلام مجتمع يعني مواطني نفسه فقط، أي إعلام بالضبط نتحدث عنه؟ ما رأيك؟ يعني أنت شايف أن الظاهرة اللي احنا أنا أرى والتي تعتبر أنت يعني جزء من هذه الظاهرة، أرى أن مثلا عندما تحدث أنا أفضل إعلام مجتمع، مثلا الان لدي عده تطبيقات اقوم بها، يعني لو صنفتها مثلا لدي مدونات، لدي وسائط متعدده اليوتيوب او كذا، لدي شبكات اجتماعيه اقوم باستعمالها، لدي مثلا تدوين مصغر مثل تويتر، اقوم بانتاج محتوي الخاص بنفسي بدون استشاره اي شخص، يعني اطور نفسي بنفسي، وفي نفس الوقت لدي مجموعات اخرون اتواصل معهم بنفس الطريقه يتواصلون، يعني هم نفسهم لديهم موادهم، انا ايضا لدي موادي، نتبادل فيما بيننا. هل يعني تشعر بالرضا لو كان عدد من يدخلون مدونتك كبير أم لا يعنيك الأمر؟ يعني أنت تكتب لنفسك وتعبر عن نفسك؟ بالنسبة للمدونة أحيانا وأحيانا، أحيانا أنتظر يأتيني مثلا هناك قراء، هناك تفاعل، لكن في الغالب عندما أبدأ في الإنتاج لا أراجع، لا أنتظر أي شخص يعني. طيب من رئيس جمهورية عصام حمود، شكراً أستاذ حسام. زياد الدريس، طبعاً الآن الإعلام الجديد يخوف، أنا الحقيقة بدأ من اليوم أي واحد يدفني في أي مكان مش هعترض عليه أو يأخذ حقي حتى لا يصورني في اليوتيوب. لا ما هو هيبقى في أكثر من فيديو، قال لك كمان يعني مش هيبقى في واحد بس يصور، طبعاً أو أني أتفق مع أحد يصور من زاوية أخرى ينتصر لي. الإعلام القديم كان هناك ضغوط السياسية، الضغط السياسي عليه، الآن الإعلام الجديد ضغط الجماهير عليه أيضا، وهذا قد يفقده المصداقية. يعني كنا نشكك في مصداقية الإعلام القديم من خلال تدخلات السياسي، الآن سنشكك في مصداقية الإعلام الجديد من خلال تدخلات الجمهور. فنحن ما زلنا إلى الآن لسنا قادرين على الظهور بإعلام يكتسب مصداقية كاملة، وهذه قد تكون طوباوية لن نصل إليها. النقطة الأخرى في الإعلام الجديد هو أن كل الناس الذين في هذا الكون يمكن أن يكونوا رؤساء تحرير اليوم أو غدا إن تأخروا في هذا. رؤساء جمهورية كمان مش بس. أيوة طبعا رؤساء جمهورية، هذه طموحات كبيرة أنا لا أطمح إليها. رؤساء التحرير، لأنه سيتحول المرسل إلى المستقبل والعكس صحيح،
وهذا قد يؤدي إلى تساؤل أطرحه على الأستاذ أيمن الصياد رئيس تحرير